الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. أقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على العديد من مناطق المملكة خلال ساعات نهار اليوم الاثنين بحول الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض، حيث يسود الطقس غير مستقر، زخات عديدة من الأمطار، 23 درجة مئوية كحرارة عظمى، الرطوبة 63%، أما الرياح تكون معتدلة إلى نشطة، السرعة مثيرة للأتربة والغبار. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا وعرعر، زخات رعدية من الأمطار، 30 إلى 20 في سكاكا، 30 إلى 18 في عرعر، أما تبوك طقس صافي 32 إلى 20. بالنسبة للمنطقة الغربية أيضا أجواء غير مستقرة في كل من جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة والطائف. مدينة منورة زخات رعدية من الأمطار 30 إلى 20، جدة 30 إلى 23، مكة المكرمة 28 إلى 25، الطائف 23 إلى 15. أما المنطقة الجنوبية الغربية تتأثر بحالة قوية نوعا ما من عدم الاستقرار الجوي، وتعطل زخات رعدية من الأمطار في عموم تلك المناطق. الباحة زخات رعدية من الأمطار 18 إلى 15، أبها أيضا زخات رعدية من الأمطار 19 إلى 13، الجازان 34 إلى 30 أيضا زخات رعدية من الأمطار. بالنسبة للمنطقة الشرقية أيضا أجواء غير مستقرة، الدمام زخات رعدية من الأمطار متوقعة 31 إلى 24، حفر الباطن احتمال زخات رعدية من الأمطار 31 إلى 23، أما الإحساء زخات رعدية من الأمطار أيضا 27 إلى 22. بالنسبة للمنطقة الوسطى الرياض، زخات رعدية من الأمطار 23 إلى 17، نفس الشيء في بريدة 24 إلى 16، أما حائل زخات رعدية من الأمطار مع أتربة مثارة 22 إلى 14 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.